في غزة سكاي جيكس في ثلاث برامج أساسية احنا بنشتغل عليها بشكل يومي. البرنامج الأول اللي هو أكاديمية العمل الحر، من خلال هذا البرنامج اللي مدته 10 أسابيع بنشتغل مع الشباب والصبايا في قطاع غزة على صنع فرص للعمل عن بعد. بيجوا الشباب والصبايا بيتدربوا عنا لمدة 10 أسابيع، بتعلموا كيف المهارات اللي ممكن من خلالها يحصلوا على جوبس أونلاين، اللي ممكن يحصلوا على مهارات كمان بتمكنهم إنهم يحصلوا على ويفوزوا بهذه الأعمال عبر الإنترنت. البرنامج الثاني هو برنامج الكود أكاديمي، وهي أكاديمية البرمجة. من خلال أكاديمية البرمجة بنشتغل مع 16 شاب وصبية لمدة 16 أسبوع على تعليمهم مهارات البرمجة والأشياء اللازمة ليكونوا مهندسين برمجة. البرنامج الثالث هو برنامج الستارت أبس أو الشركات الناشئة. برنامج الشركات الناشئة هو برنامج مدته 16 أسبوع وبيتكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التفكير بالأفكار ووضع الفرضيات اللي بتنبنى عليها الأفكار. من خلال هذه المرحلة بيحاول التيم إنه يقرر على شو هي المشاكل اللي بيحاول يحلها، قديش حجم السوق اللي بيحاول يحل فيه هاي المشكلة، وكيف ممكن يصل للناس اللي بيحل لهم المشكلة. المرحلة الثانية بتكون مرحلة تكوين الحل أو تصميم الحل، بيشتغل فيها التيم على التفكير بشكل واضح وبشكل مباشر بشو الحلول المطروحة لهاي المشكلة وشو الحلول البرمجية اللي تعطي نطاق أوسع وممكن تخدم شريحة كتير كبيرة من المجتمع سواء في فلسطين أو كمان خارجها. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة إطلاق المشروع، وهيك بيكون عندنا المنتج جاهز وبيقوموا المشاريع أو الفرق بإطلاق هذا المشروع أونلاين ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو القنوات التسويق المختلفة بيقوم الفريق بتحديد احتياجاتهم، تحديد كيف ممكن يصلوا إلى المستهلكين بالدرجة.